السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا فيكم أصدقائي في فيديو جديد وخدعة جديدة يلي هي خدعة كونان. اليوم رح نعمل خدعة كتير قوية وأسطورية، رح تخلي الشخص اللي أمامك يتفاجأ كتير إنه كيف عملت هاي الخدعة. طبعا أصدقائي رح أعطي الكروت للشخص الأمامي عشان يخربط الكروت ويتأكد إنه ما في أي ترتيب مسبق بالكروت. وبعد ما يخلص خربطة حاخذ الكروت واخليه يقسم، فرضا قسم هذا القسم، حروح واخذ اول كرت اللي هو 10 سنك. طبعا انا مش راح اكون شايف الكرت، هفرجيها هيك شفته لانه على الكاميرا، وهرجع الكرت محله وهحكي له انه راح احط كرتك منتصف الكروت. بعد ما ادخل الكرت بمنتصف الكروت هحكي له انه انا الان راح اجيب المحققين عشان يحققوا لي عن كرتك ويشوفوا لي ما هو كرتك، وحط الكروت وهن طبعا تاغوموري وكونان. هخلي المحققين يدخلوا منتصف الكروت ويدوروا على كرتك. بعد ما ادخل طبعا المحققين منتصف الكروت اخليهم يدوروا واحرك الكروت. الان هن عم يدوروا، كونان عم يحكي انه شاف الكرت، هنروح فاتحين الكروت ومدورين، هنشوف انه الجوكرين او المحققين شافوا الكرت وجابوا لي هو. هنفتح الكرت هنشوفه 10 السنك، نفس الكرت المختار. وهيك اصدقائي بتكون انتهت الخدعة. هلا رح ننتقل لشرح الخدعة، لكن قبل ما ننتقل بتمنى انك تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس وتحط لنا تعليق، لانه تعليقك اكيد كتير بهمنا. اهلا فيكم اصدقائي من جديد. هلا خلينا نحكي عن شرح الخدعه. هناخذ الاوراق، طبعا نخلي الشخص اللي امامنا يخلبط الاوراق، ما في اي مشكله لانه خدعتنا ما بتعتمد على ترتيب بالكروت. بعد ما خربط الاوراق هنخليه يقسم، كمان ما في اي مشكله اذا قسم لانه عملوهم الشخص لهلا. هون راح تبلش خدعتنا. لما ناخذ اول كرت حنكون، لما ناخذ اول كرت حناخذ كرتين مش كرت واحد، وحنفرجيه للشخص الامامي انه انا اخذت كرت واحد، انه شبه كبة، لكن هو فعليا كرتين. طبعا هاي حركة دبل ليفت او سحب كرتين سوا عشان نفرجي للشخص الامامنا انه انا اخذت كرت واحد. هون حكون انا رجعت، هحكي له انه راح ارجع كرتك من دون ما اشوفه واحطه بمنتصف الكروت. هو فعليا كرته صار تاني كرت مش اول كرت. اول كرت من فوق هو كرت عشوائي، ممكن يكون اي كرت تاني غير ستة القلب. هحكي له انه راح احط كرتك بمنتصف الكروت، ادخله للكرت منتصف الكروت. والان اصدقائي حجيب الجوكرين اللي هن المحقق كونان توغوموري، واحكي له انه هم راح يشوفوا لي الكرت تبعك. وانا عم افرجي الكرتين، طبعا اكون هون حطيت فاصل على تحت اول كرت كرته باصبعي الصغير هيك، يعني عفوا بين على الكاميرا هيك انه حطيت فاصل، واحكي له انه واحط الجوكرين فوق الكرت تبعه. لما احكي له هيك هروح اخذ الثلاث كروت اللي هن الجوكرين المحققين وكرتو بالعكس هيك يعني، واحكي له انه هذا المحقق كونان وهذا توغوموري، واروح حاطط الكرت الجوكر وكرتو صاير بالعكس تحته فوق الجوكر الاول. طبعا اخلي الفاصل علشان سحب الكروت وترجيعهم يكون اسهل بكتير علي، واروح اخذ الكروت واحكي له الان انه راح احط الكرتك الجواكر او المحققين يدوروا لي على كرتك. طبعا فعليا كرته هو موجود بالنص بين الجواكر. قبل ما ندخل الجواكر بين الكروت وندخل الجواكر بين الكروت ونحكي له انه راح احرك ايدي عشان يتحركوا، هنا فعليا موجودين يعني مكانهم الثابت مش راح يتحركوا، والكرت موجود بالنص بيناتهم. احكي له للشخص الامامي هلا انه راح احرك الكروت عشان يطلعوا. لما احرك الكروت ابلش اوهم الشخص انه الكروت عم يدوروا على كرته وراح يشوفوهم، وهلا انه شاف الكرت كونان، وحدور بين الكروت حوصل للجواكر، افتح له واطالع له الجواكر، افتح الكروت واطالع له واحكي له انه كرتك شافوه المحققين. وهيك بكون وصلنا لنهايه الخدعه. بتمنى
من كل اللي وصل معنا لهي النقطة انه ما ينسى الاشتراك بالقناة ويفعل زر الجرس ويحط لنا تعليق لأنه تعليقه كتير بهمنا، وشكرا للمتابعة.